برضو من الآراء إن ده حرام، لأن بالتالي كده هو عطل شرع ربنا في المواريث، فهيروح جهنم. أني مواريث؟ المواريث لسه ما جاتش، المواريث القطر بتاع الميراث لسه ما جاش، لأن الحياة لسه موجودة والراجل ما ماتش. صح، وممكن جدا يوارث مين يورثك؟ صحيح. آه طبعا. اللي جاي يعترض ده يموت الأول وورثه أنا، ولذلك عيب، والله عيب، عيب اللي بيحصل ده، ان احنا نغربش على نفسنا وندخل المسائل في بعضها وما نقومش بما امرنا به العلماء، بان اول خطوه التصوير الصحيح، فبلاش كده. التصوير الصحيح بيفرق ما بين الحياه الدنيا وما بين ما بعد الموت. ما بعد الموت بنسميها وصية وبنخليها في حدود التلت، وبنختلف إذا كانت تنفع الوارث ولا ما تنفعش، وبنعمل منها وصية واجبة لمن مات في حياة أبيه من ولد أو بنت. صحيح. إلى آخر ما هنالك من أحكام الموريث التي هي نظام إلهي. أيوة نظام إلهي طبعا، ده بعد الموت. بس بعد الموت حضرتك بتتكلمني وأنا بتكلم على ما قبل الموت، بتروح تلخبطه مع ما بعد الموت. ليه؟ نمرة اتنين. طب عذرا يا مولانا، في نمرة واحد أتفضل. هيقول لحضرتك طب ما هو وهو بيكتب ده وبيوزع تركته على بناته هو قصده بكده إن فلان الفلاني، بس دخلنا في النيات. أي. ودخلنا زي أي. داعش. أي. وزي واغش وزي كذا. احنا بنقول لك النية لا يعلمها إلا الله، والراجل لما اجي اقول له وبيقول لي لا انا نيتي سليم، انا عايز راحه بناتي بس، خلاص تبقى نيه سليمه واقبل منه هذا. لكن كون ان انت تتدخل بين الناس وبين ربك وتتدخل في قلوبهم، هذا امر غير سديد، هذا امر فيه عدوان، فيه تجاوز، فيه طغيان، ولا يجوز للعالم ان يطغى بهذه الشكل علشان ابن عمه قال له ولا ابن خالته قال له. طب العوام بقى، ده في مننا زي حالاتي كده، انا عفوا يعني من عوام الناس، يقول ده حرام، ده هيروح جهنم اللي يعمل كده، ده هو مش عارف، ده كده هو بيضيع اخرته. غلطانين. ما هو العوام بيعملوا حاجات كتيره بنعلمهم. ما هو في ناس عوام جم وقالوا لرسول الله، يا رسول الله، لما كانوا ماشيين كده فلقوا ناس بتعبد شجره وعليها ناشين كده وانواط. النشان ده في العربي يقول لك نوط. نعم. انواط. فقالوا اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط، نتبرك بها كده ونفرح زي بني اسرائيل مع سيدنا موسى كده، واخد بالك. قال اتقوا الله، اتسالوني كما سالت بنو اسرائيل موسى، اجعل لنا الها كما لهم الهه. اوعوا تعمل كده، وعلمهم. العوام ممكن يحصل في ذهنهم أي حاجة. في بعض الناس من مجاهل إفريقيا تروح تحج فسمعت إنه ده بيت الله، ومفتكر إنه ربنا جوه، ومنعلمهم ما نكفرهمش أبدا. العيب على إن إحنا لازم نعلمهم، نقول له لا، بيت الله دي إضافة، والإضافة دي جت للتشريف، فمش ان ربنا ساكن هنا، لا، ده ربنا سبحانه وتعالى عظيم، وهو الذي خلق السماوات والارض، ونقعد نفهمه العقيده قوم يفهم. فواجب على العلماء ان يعلموا الناس، مش ان يسيروا وراءهم. يعني مش ان هم يخلوا الناس هم بعقائدهم التي قد الناس عايزه ايه، او ايه الراي اللي يتماشى مع راي الشارع وراي الناس. مثلا احنا ما بنعملش كده، احنا نبين حكم الله كما عرفناه وكما علمنا الله سبحانه وتعالى اياه، فبننقله لمن بعدنا وبنقول يا رب. فانا بس عايز مش اخاطب الناس، ناس الحمد لله واجد انه اغلبهم فاهمين القضيه، ده انا بخاطب الدعاء الى الله ان يدعو الى الله على بصيره. والبصيره ادي لك مثال، المسألة اللي احنا بنقولها دي ما هي مقتولة بحثا، ما هو في حاجة اسمها دار الإفتاء المصرية. حقيقي. طب ما هي مطلعة فتوى والتانية والتالتة والرابعة لغاية فضيلة الإمام الدكتور شوقي علام، ومطلع كل المفتين مطلعين عبر تاريخ دار الإفتاء أن هذا جائز. لا. لأنه ده ما فيش خلاف، ده
لما عرضوا على الإمام الشافعي الحديث الذي أراد بعض الناس أن يجعلوه فتنة في هذا المجال، وهو أن رجلا، وأنا هقوله مع أسباب نزوله ومع ما يحيط به من بيئة بحثية، فضل رجل متزوج اثنين، امرأة تريد أن تغيظ ضرتها ومخلف من الاثنين، ففكرت كده تغيظها ازاي، فقالت له اكتب حاجة، أي حاجة، البستان الفلاني ده من ملكك، ملكه كتير، لابني، ابني ده علشان نأمن مستقبله، بس أنا عندي شرط، إنك تروح لسيدنا الرسول وتخليه يشهد على هذا التنازل وهذه الهبة. لا حاضر. الراجل مش واخد باله إن دي يعني فيها حاجة مكيدة، مكيدة فيها أو إنها معمولة للإغاظة. المهم خد التنازل ده وراح لسيدنا الرسول وقال له يا رسول الله أنا تنازلت عن البستان الفلاني لابني من الفلاني. سيدنا من ذكائه وكياسته وانكشاف الأمور إليه فهمها، فهم إن دي ضرة بتغيظ، فسأله سؤال، هل جعلت لسائر ولدك مثل هذا؟ قال لا، ما خدش بالي إن أنا مش قصدي حاجة، يعني حتى الراجل نيته سليمة. قال أشهد عليه غيري، روح شوف لك حد تاني خليه شاهد، أشهد عليه غيري إني لا أشهد على ظلم. ظلم ولكن حلال، ما قالش إنه مش كده ولكن وبس. في ظلم يعني، مش كده وبس، إنك ما اديتش الباقي زيه، مش كده وبس. ده الحديث اللي أراد بعضهم إنه يفهموا إني لا أشهد على ظلم، يبقى التصرف ده ظلم، يبقى حرام، يبقى غير صحيح. شوف التلاتة دول كده. طب يلا نتخيل حالة تانية، إن الرجل قال له نعم يا رسول الله أعطي لكل أولادي، على فكرة ده ملوش دعوة ببنات وصبيان، مظبوط، ده ليه دعوة بعياله، أعطي لكل العطية دي، كان رسول الله يعني هيوافق، مظبوط، يبقى إذا ده رد عليه، لأنه راجل أهو بيوهب حاجته لولاده وهو عايش، وهو عايش، فما كانش فيها مشكلة، ما كانش فيها مشكلة بنص الحديث، حقيقي، مظبوط، واخد بالك؟ دي نمرة واحد. نمرة اتنين، التصرف ده إنه يخص ولد من أولاده لمعنى ما، لأنه هو ما تعلمش، لأنه لسه صغير، والعيال كبرت، لأنه هو هيتجوز والعيال ما اتجوزتش، هو الظلم في المكيدة اللي عملاها الضرة في ضرتها، أدي الظلم أهو، إنما لأن في تصرف صحيح قال له أشهد عليه غير. يقول الإمام الشافعي ولا يمكن أن سيدنا الرسول يأمر بحرام، صحيح، مظبوط، كان قال له ما تروحش، ما تقول يقول له هذا باطل، نعم، هذا لا يجوز، نعم، إن الله لا يرضى عن هذا، لكنه قال أشهد عليه غيري، أشهد عليه غيري، يبقى إذن أشهد عليه غيري معناها الصحة، مظبوط. طب الرجل ده طاوع رسول الله وذهب وأشهد عليه غيره، خلاص يبقى معتمد. طيب عطى للعيال كلها، يبقى معتمد وما في الظلم كمان، حقيقي. طيب مات الراجل ده، الاخوه ليس لهم حق انهم يقولوا للولد ابوك كتب لك، عايزين نصيبنا في البستان ولا في حته الارض، ما لهمش نصيب، لان الهبه هذه هبه صحيحه، ولكن النيات هي اللي كانت جاءت فيها الظلم. نعم. طيب لو رجل اراد ان هو ينوي كده في قلبه حرمان بقيه الورثه اذا بقوا، يبقى النية دي نية هباب ونية حرام، ونعلم الناس انه ما يقولوش كده، ان هو ينوي ان انا هوزع على حياة عيني علشان احرم الناس اللي اليوم حق في الميراث دول ما يرثوش مني إيه حاجة، ده اللي حرام، ده اللي حرام، او يكتب كتوبة كده ويقول
فلان وفلان وفلان من الورثه ما يورثوش، ده مالك انت، ده نظام الهي. فبلاش خلط الامور والاوراق. وما يزايدش علينا حد. ويجب علينا ان احنا نكون لينا مرجعيه. ومرجعيتنا هؤلاء العلماء الافاضل عبر التاريخ اللي قاعدين في دار الافتاء للنهار يفتوا الناس عبر التاريخ. فلا المذاهب بتقول مثل هذا، ولا الرسميات بتقول مثل هذا، لا المرجعيات بتقول مثل هذا. وهذا كلام معقول، والناتج الغلط جاي من المفاهيم الغلط.